في زمن غابر كانت مصر تحت حكم فرعون قاس وظالم، كان يأمر بقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل في سنة ويتركهم في أخرى. وفي تلك السنة القاسية ولد موسى عليه السلام. خافت أمه عليه من بطش الجنود، فأوحى الله إليها أن تضعه في تابوت وتلقيه في نهر النيل. اطمأن قلبها حين أخبرها الله أنه سيعيده إليها. انجرف التابوت على مياه النيل حتى وصل إلى جوار قصر فرعون. عندما رأته زوجة فرعون آسيا بنت مزاحم، تعلقت به وطلبت من زوجها أن يبقيه ليتبناه. في تلك الأثناء كانت أخت موسى تراقب الموقف من بعيد. حينما رفض موسى الرضيع كل المرضعات، أشارت لهم أخته إلى أمه التي جاءت وأرضعته، فعاد موسى إلى حضن أمه بأمر الله. كبر موسى في قصر فرعون وتعلم علوم الحكم والقيادة، لكن قلبه ظل مشدوداً إلى قومه بني إسرائيل. في أحد الأيام بينما كان موسى يتجول في المدينة في وقت خلوها من الناس، رأى شجاراً بين رجلين، أحدهما من بني إسرائيل والآخر من القبط. طلب الإسرائيلي المساعدة من موسى، فوكز موسى القبطي فأرداه قتيلاً دون قصد. شعر موسى بالندم والخوف فاستغفر ربه وتاب إليه. مرت الأيام وسمع موسى عن مكيدة تحاك ضده، قرر أن يترك مصر ويتوجه إلى مدين. هناك عند بئر للسقاية رأى فتاتين تنتظران ليسقيا أغنامهما. تقدم منهما وسألهما عن سبب انتظارهما، فأجابتا أن أباهما شيخ كبير ولا يقوى على السقاية. سقى لهما موسى، وبعدها دعت الفتاتان والدها ليشكر موسى على مساعدته. عرض عليه الشيخ أن يعمل لديه 8 سنوات مقابل تزويجه إحدى ابنتيه، فقبل موسى العرض وعمل حتى أتم المدة. بعد أن انتهت سنوات خدمته عاد موسى إلى مصر مع عائلته. في إحدى الليالي رأى ناراً تشتعل بجانب جبل فتوجه نحوها. هناك سمع صوت الله يناديه ويكلفه بمهمة عظيمة، أن يدعو فرعون إلى توحيد الله. أظهر الله لموسى معجزات تثبت رسالته، العصا التي تتحول إلى حية واليد البيضاء. طلب موسى من الله أن يجعل أخاه هارون مساعداً له في هذه المهمة. عاد موسى إلى مصر واجتمع مع هارون وذهبا معاً إلى قصر فرعون. دعاه موسى إلى توحيد الله وترك ظلم بني إسرائيل، لكن فرعون استهزأ به وذكره بتربيته في القصر وقطعه القبطي. رد موسى بأن الله قد أرسله نبياً ومعه هارون لدعوة الناس إلى الحق. بدأت المواجهة بين موسى وفرعون. جمع فرعون السحرة ليبطلوا معجزات موسى، لكن السحرة عرفوا أن ما جاء به موسى ليس سحراً فآمنوا بالله. غضب فرعون وأمر بصلبهم. استمر فرعون في عناده رغم كل الآيات والمعجزات التي أظهرها الله على يد موسى. طلب موسى من قومه الصبر على ما يلاقونه من ظلم ووعدهم بنصر الله. دعا موسى على فرعون وأتباعه فاستجاب الله له. أرسل الله عليهم الآيات المتتالية: الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع والدم. رغم كل ذلك لم يتوبوا. أمر الله موسى بالخروج من مصر مع بني إسرائيل، فتبعهم فرعون وجنوده. عند البحر بأمر الله ضرب موسى بعصاه فانشق البحر إلى نصفين ليعبر موسى وقومه بسلام. عندما حاول فرعون وجنوده العبور أغرقهم الله جميعا. بعد أن نجا موسى وقومه طلبوا منه أن يصنع لهم آلهة كما للأقوام الأخرى، لكن موسى وبخهم على ذلك. ذهب موسى للقاء ربه وترك هارون خليفة له بين قومه. عندما عاد موسى وجد قومه قد فتنوا بعجل صنعه السامري من ذهب، فغضب موسى وألقى الألواح من شدة الغضب. عندما هدأ موسى عاد إلى قومه وأعاد الألواح، واصل دعوته لهم وبين لهم طريق الحق. وفي أحد الأيام سأل موسى ربه عن من هو أعلم منه، فأرشده الله إلى الخضر وذهب موسى في رحلته للبحث عنه. هذه قصة موسى عليه السلام نبي الله الذي واجه الطغيان والظلم بإيمان لا يتزعزع، وقدم درساً للبشرية عن الصبر والتوكل على الله في مواجهة كل الصعاب. لا تخرج دون أن تضع بصمتك هنا بالصلاة على الحبيب محمد، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه 10.